حقيقة يعني إيران الدولة أو إيران العقيدة بين قضيتين، قضية الاختبار والتنفيذ وبين قضية الاندماج والعزلة. بالتالي إيران متخبطة بكل قراراتها. إيران تريد تبحث عن مخرج شلون متخبطة؟ إيران دائما تقول أن احنا من الريج خلص اكتفينا بالريج وانتهى الموضوع وما نريد ندخل بحرب مفتوحة ونبحث عن مخرج حتى نعود إلى قواعد الاشتباك. بالتالي شيء أكيد أكو ردة فعل من إسرائيل ومن كوبا، بالتالي أكو كرة ملعب مثل كرة القدم، يعني شيء أكيد أكو هجوم وأكو دفاع. بالتالي إيران مرة تصرح تقول أنا خلص انتهى الرد مالتي، ومره هي تصرح وتقول انا عندي صواريخ. ايران ردها ما عندها رد ذاك الرد القوي اللي تمتلكه اسرائيل وتمتلك الجو مع اسرائيل هذه الدول. بالتالي ايران هي مجبره هذه المره، خصه هذه المره مجبره على الرد لعدم كسر عمود خيمه المحور المقاومه ولي الاذرع او قطع الاذرع اللي موجوده عندها بخمسه دول. بالتالي ايران تمددت جغرافيا بالعقيدة، وهذا ما ممكن أغاض بقية الدول البقية إسرائيل وحتى دول الخليج، وبالتالي ممكن أن تكون أكو تهديدات حتى على دول الخليج، وسمعناها من قبل أحد فصائل المقاومة العراقية. بالتالي هذا موضوع كله شائك. سياسة المحاور الآن اللي إحنا دخلنا بها، إيران دخلتنا بها، بالتالي أنا كمواطن عراقي شنو علاقة إيران حاربت ولا إيران قصفت إسرائيل ولا إسرائيل قصفت إيران؟ شنو علاقة؟ إيران دولة عندها جيش وعندها نظام وعندها قائد وعندها عسكر وعندها مصلحة أنه يتقاتل. لكن أنا بالجانب العراقي ليش أروح أصير تابع أو أصير ممتد إلى